على ضفاف نهر النيل كانت إشارة البدء لانطلاق بطولة الجمهورية للتجديف، الحدث الرياضي الأهم على المستوى المحلي لرياضة التجديف في مصر، والتي تستمر لثلاثة أيام. الرياضة ديت بتقام في مجرى مائي أقيمت هنا النهاردة في بين كوبري الجلاء وبين كوبري الزمالك، أقيمت أيضا السنة اللي فاتت في اسكندرية وفي أكتر من مكان. وتضم البطولة أكثر من 600 لاعب يمثلون 22 ناديا على مستوى الجمهورية من مختلف فئات اللعبة وأعمارها. بينقسموا إلى درجات سنية بتبتدي من البرعم اللي هو 14 سنة لغاية السينيور اللي هو فوق ال 23 سنة، والجنسين طبعا موجودين معنا. ومن بين تلك الفئات المختلفة يستعد الشباب والفتيات لمنافسة قوية. طول السيزون بنستعد للبطولة دي، هي دي أهم بطولة عندنا. بنقعد فترة إعداد الأول وبعد كده بنبدأ تمرين، مستوى التمرين يعلى لحد ما بنوصل لفترة الجمهورية دي. نازل تسمى أربعة الكتر. أربعة الكتر دي بتبقى مهدافين، أربع لعيبة. طبعا لازم يكون في هارموني في المركب بحيث ان كلنا حركه واحده رايح جاي. السبب 2000 متر. وقد اعلن الاتحاد المصري لرياضه التجديف عن خطته في المرحله القادمه لاستعاده مكانه مصر الاقليميه والدوليه. عندنا في بطوله اللي هي الناشئين في بيونس ايرس، ودي هتبقى في اخر اوغست سبتمبر، وبرده في فتره اعداد ليهم، واحنا حطينا طائم اللي هي التدريب الموجود بالنسبه للفرق المختلفه والمدربين الفنيين، فانا اتمنى الفتره الجايه يبقى في نشاط واضح. يذكر ان اتحاد مصر من اقدم اتحادات التجديف في العالم ويزيد عمره عن 100 عام. رياضة التجديف عرفها المصريون منذ عهد الفراعنة الذين عاشقوا النيل وأبدعوا في ابتكار الأنشطة المتعلقة به، وما زالوا يمارسونها حتى الآن. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.